أهلين علي. أهلين علي، أنا ما صار لي من شوي شوف التلفزيون، بس خبروني هلأ أنه أنت عندك سؤالات حابب تسألنا إياها. إيه؟ سألنا. أنه يعني إيش كان بس الغلط بس؟ لأنه في البرايم أستاذ عادل شرارة قال لي برافو اللي أنا قاعد اللي سويته، وفي ليفال يعني غنيت حلو في ليفال. طيب حدا بحب يجاوب عليه كصوت بالاول وبنرجع نحن بنحكي. انا بشوف انه مثل ما قلت لك بالصف انه عن البرايم انه انت كنت منيح، لان عم تغني اول شيء اغنيه انت بتعرفها وبتحبها، بس انا كان عندي مثلا بعض المآخذ على شوي الافلات الرسوات وين كنت عم تكون ممكن بس خليني اخلص لك ورجع انت اللي بدك اياه. طيب اوكي. هيدا واحد بالنسبة للبرايم. اثنين بالنسبة للإيفال، أنا بشوف أنه كان فيك تغني كتير أحسن، لأن أنت مفروض تكون عم بتنقي فنان كتير أنت بتحبه ومتعلق فيه ومتأثر فيه وحافظ له أغاني كتير. حسيت صوتك بالغنية مش واضح، عم يرجف، ما حسستني بالغنية، يعني أنا مش ما بعرف كتير الأغنية، ما حسيت فيها أنه فعلا علي مسلطن أو مرتاح أو عم يعطينا الأغنية فعلا مثل ما هي. ونحن وقت ما نكون عم نسمعكم عم بتغنوا هون بتجوا ورا بعضكم بدنا نفوت بتفاصيل، كلنا بنفوت، يعني مين كان مرتاح اكثر، مين اشتغل اكثر، مش يعني انه انت ما كنت منيح، بس يعني انه ممكن انه كان في ايفاليت عطيت احسن، كان في اصوات كانت مرتاحه اكثر. هلا لما وصلنا نحن اليوم لهون صار رايح نصكم تماما، صرتوا كلكم قوايا وصار كل حدا بيتوقع انه هو يمكن يطلع توب 1 ويقوم يطلع نومينيه، يعني صرتوا كلكم عم تشتغلوا منيح، ما بقى عنا نحن حدا عم يعمل كتير سيء لحتى التانيين يكونوا أكيدين إنه هيدا صار نوميني. أنت اللي صار معك بالنسبة للكل إنه كنت متوسط باثنين، ما قدرت إنه يعني ما كان في حدا أقل منك بكتير أو أقل منك، هيدا يلي نحن شايفينه. بزعل إنه أنت تكون مش مقتنع، يعني حاسس إنه أنت مظلوم لأنه نحن ما عنا ولا أي سبب. لا لا إنه لا يكون لا. علي مظلوم نحن، بخليني بس فسر لك، أنت ما بتعرف لأن قديش نحن منحبك، يعني نحن ما عنا أبداً أي سبب طبعاً. إنه علي نحطه، يلا لو هو منيح حطه، لو في غيره عاطل حطه، في عدة أمور كل الأسبوع بتتركب على بعضها لينشاف مين ومين ومين. واليوم نحن أي حدا بده بالنهاية حدا بده يفل، ما في كل أسبوع في حدا بده يفل، قدي بقى 8-9 أشخاص كلهم قوايا، كلهم عم يشتغلوا، كلهم طحشين، كلهم عم يتطوروا، كلهم ماشيين مثل كل بقية البرامج. كيفنا؟ عم تبكي؟ قالوا لي عم تبكي. أكيد يعني أنا اتصدمت بس عشان أكيد أنا كنت يعني حاسة أكيد إن ممكن أطلع نوميني، بس الفكرة إنه كان مع علي وكان اتنين بس. الصدمة وين؟ حقلك وين الصدمة؟ الصدمة إذا بتعرفي أنا رأيي فيك وأنا زيتني حطيتك نوميني، شو رأيك؟ هون الصدمة بقى. أكيد طبعا. أنا يلي بعتبر إنه هيدا البنت من أحلى ما إجا أصوات وما ناقصك شيء، وشكل وشخصية وضحكة وصوت جاي من هداك الزمن، بحسه توصليني حطك نوميني. لا بدي 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 أنقذك، بدي أعمل إنقاذ. ما في كيف الأول شيء الطبيب بصير يعطي دواء، بعدين بقول خلص بدنا نعمل تدخل، بدنا نعمل عملية، بدك عملية. صار عندي يعني صرت مرتاحة أكتر، إدائك أحلى، إحساسك أحلى، صرت تقدر تخلقي تفكري بشي بمشهد، وأنا هيدول كلهم إشياء إيجابية شفتها. يعني أنا مبارح من الإيفالات المقبولين، مقبولين جدا، في أقل منك وفي أحسن منك بكتير كإيفال، بس في أقل منك كان، عرفت شو قصدي؟ فبالتالي أنا بالنسبة لي مبسوطة، بس ضلك بليز ضلك على هالطريق. اوكي ما نتكل انه صوتنا حلو، لانه بالاول كانت هايدي متكل انه صوتها حلو وعندي ماشي. اوكي الحمد لله بقيت احسن. ايه انت بذاتك عم تتعذبي عندي بالصف، يا اما لا؟ اكيد. من اي ناحيه؟ من ناحيه طبقه صوتك كبيره، بس ما تفكر انك بتطلع كتير كتير. انت عندك نزول
أكثر من الطلوع، ولاحظت إنه قديش اشتغلنا وجبنا الصوت لقدام توصلت للمي بيكار.